كابتن احمد، مباراه منعطف نقول نتمناه خير لنادي الزمالك ان شاء الله. بالتاكيد، مباراه في منتهى الصعوبه. يمكن انا عرضت 3 سيناريوهات يا كابتن في المقدمه، فوز ل4 ماتشات خلاص انت معاك نقطه كمان يبقى 13 بونت انت عديت. السيناريو الثاني هو فوز في مباراتين والتعادل في مباراتين، فوز الثالث الناحيه الثالثه فوز في مباراتين وتستنى هدايا الفرق الاخرى. راي حضرتك في هذه المباراه؟ والله انا اتمنى ان احنا نفوز في كل المباريات بالظبط، بس بشرط ان عوامل الفوز تبقى متوفره. المباراه النهارده يا طارق من الاخر كده مباراه رجاله، صح، ليس لها علاقه بموازين القوى والفروق بين الفرقتين. تمام. يعني انا النهارده لو بصيت لفرقه الترجي وفرقه الزمالك، فرقه الترجي فيها اسماء قويه جدا بصراحه، وبيلعبوا على ملعبهم في استاد فيه 40,000 متفرج، يعني في عوامل كتير جدا. ولكن العنصر اللي ممكن يفرق فرقه عن فرقه وهي الرجوله. ان انت تبقى بتدافع عن ناديك، ان انت تعلم اني فرطت قبل كده في حاجات مهمه جدا، التفريط اللي جاي هيبقى صعب قوي قوي قوي، لابد ان تبذل قصارى جهدك واكتر من جهدك كمان، ويبقى عندك الدافع بان انت بتدافع عن الوان ناديك، لان مهم جدا جدا ان انت تحقق نتيجه ايجابيه النهارده. تحقق نتيجة إيجابية النهاردة. أي نتيجة سلبية يا طارق بتخليك تبعد. طبعا. بالظبط. فأتمنى اللعيبة النهاردة تكون أعدت إعداد جيد، نفسي جيد، وفني يكون جيد. صحيح. لأن أنت النهاردة بتلاعب فرقة من الفرق الكبار، اللي الكبار أفريقيا بصراحة، وعلى المستوى الأفريقي هم مميزين زيك زيهم. في ملعبهم وسط جماهيرهم الدفع عندهم عالي جدا، هم المباراة اللي فاتت كانوا فايزين على شباب بلوزداد في الجزائر. انت تعادلت مع المريخ نتيجة معقولة، ولكنها ليست زي نتيجة الفوز على الفريق ما المنافس. كناش نتمناها يعني، كنا عايزين نكسب المريخ بالظبط. فانا اتمنى ان شاء الله ان اللعيبة تلعب برجولة طارق. المهم يعني تتلاشى فوارق كتير جدا في اللعب الرجولي، تتلاشى فوارق جدا كتير جدا في اللعب الرجولي. صحيح. انما مهما تكون امكانياتك الفنيه حتى لو عاليه وبتلعب بتراخي، فانت بعيد تماما عن اي منافسه.